مساء الخير مريم، مساء دماء صافية، مساء الشهداء، مساء الأرض الطيبة اللي غذوا أبنائها دماءهم اليوم باش يعبدوا الطريق، الطريق نحو الحرية، الطريق نحو الديمقراطية. من نجمو كان نقول شكرا لكم يا شهداء يا بواسلنا. اليوم استشهد 4 جنود بواسل وأصيب 11 جندي في عملية غادرة بالكيف. نحن الآن متواجدين من وراء المستشفى العسكري بتونس العاصمة. لحد الآن المعلومات شحيحة، لكن توافد سيارات الإسعاف من ولاية الكيف وولاية الجندوبة تنقل المصابين. باش نذكر مريم بأسماء الشهداء: شهداء الوطن هيكل الجماعي، الأمين الشيرني، الياس المازني، ولا تزال هوية الرابعة، والمتواجد الآن بمستشفى الجهوي بجندوبة غير واضحة. أما بالنسبة للجرحى فتتكون القائمة من الآتي: عبد العزيز الغرابي، طارق الغريبي، بسام جلجلي، بشير منصري، فوزي جندوبي، نذير السعيدي، عادل الحكيمي، علاء عمري، ونور الدين البوسلمي. تقريبا هذه الأسماء اللي تم نقلها وتفريقها بين مستشفى الجهوي بالكيف ومستشفى الجهوي الجندوبة والمستشفى العسكري بتونس العاصمة. مريم، اللي نحب نقوله اللي غير مسموح لنا بالتصوير واخذ المعطيات في المحيط المستشفى العسكري، الشيء اللي خلانا نبتعد اكثر مما يمكن ونقوم بالتصوير المباشر. نجم نقوله تفادينا كل الاشكاليات القانونيه اللي تنجم تتركب ان تتبعونا قانونيا لفريق الصحفي لقناه نسمع. اللي نجم نقوله اللي هناك عديد من العائلات تنقلت للمستشفى العسكري تتسائل وتبحث عن بصيص أمل حول أبنائها. منذ قليل تمت لقائنا مباشرة بعائلة فوزي الجندوبي وهو جريح، تم نقله إلى المستشفى العسكري بتونس العاصمة وهي حالته مستقرة. تقريبا هذه المعطيات الآن متوفرة بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة. إذا كان فما حاجة جديدة نجاوبكم ونعطيكم المعطيات الجديدة.